وعلى هامش مهرجان الأهرام الثقافي تم افتتاح معرض الكتاب ومعرض الفن التشكيلي ومعرض الميكروفيلم الأرشيفي الذي يعرض تاريخ أبرز ما نشر في صحيفة الأهرام عن مملكة البحرين. العلاقات البحرينية المصرية علاقة أخوية، فلطالما سطر التاريخ المواقف التي شهدت على وحدة المصير المشترك الذي يجمع مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين. فمصر العروبة كانت وستظل مرتكزا لاستقرار المنطقة وعصبا يقوي أمنها، إنما وجدناها أفعالا لمواقف مصر المشرفة تجاه مملكة البحرين وقضاياها في مختلف المحطات التاريخية. اختيار البحرين تم اختيارها بعناية في ضوء العلاقات القوية والوطيدة بين مصر والبحرين قيادة وشعبا. الحقيقة زي ما انتم شايفين كنا حريصين كمان ان ده يتعامل في جامعة البحرين علشان كل الطلبة والجيل الجديد يعرف مين الأهرام ويعرف علاقة مصر بالبحرين. مهرجان الأهرام الثقافي يشتمل على ندوات سياسية وفعاليات فكرية وأدبية التي تبرز أهمية دور الثقافة والإعلام في توحيد الشعوب العربية والرؤية الاستراتيجية والأمنية المشتركة لمواجهة الإرهاب. حضارة دلما احنا بنفخر بها زي ما بنفخر بحضارة البحرين الآن، زي ما بنفخر بالحضارة الفرعونية القديمة. العلاقات الثقافية والسياسية والاجتماعية بين مصر والبحرين علاقات قوية. احنا من خلال مهرجان الأهرام الثقافي بنؤكد هذه العلاقة. تدور الندوة حول قضية تجديد الخطاب الديني وكيف يمكننا الاستفادة من هذه القضية في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. والحقيقة أن تجديد الخطاب الديني ضرورة يفرضها الواقع وأمر شرعي أوجبه الشرع الشريف، وعبر التاريخ تمكن المسلمون من فهم عميق ودقيق ومستنير للشرع الشريف، تمكنوا من خلاله من تقديم الأجوبة على الإشكالات التي تطرأ في كل زمان. مصر اليوم مرتكز للأمن الإقليمي والعربي، وقوتها قوة لكل العرب والمسلمين. ونجد هنا التعاون الإعلامي المستمر بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية لتكون علاقات البلدين وهجا لا يخبو وميضة. مصر العروبة وبحرين الوفاء، حضارتان ومصير مشترك. تحت هذا الشعار ينطلق مهرجان الأهرام الثقافي ليعكس عمق العلاقة التاريخية المصرية البحرينية، تقدمها وازدهارها. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.